الحقيقة ثورة 23 يوليو حاضرة في وجدان كل أبناء الشعب المصري، ويمكن علشان كده امبارح دار الأوبرا المصرية نظمت احتفالية أو أمسية بمناسبة الذكرى 70 لثورة 23 يوليو، كانت بمسرح النافورة وبحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وبمشاركة عدد من نجوم فرق الموسيقى العربية. بمناسبة ثورة 23 يوليو المجيدة، نظمت دار الأوبرا المصرية حفلاً فنياً على خشبة مسرح النافورة احتفالاً بذكرى 70 على مرور الثورة سنة 1952 وبقيادة المايسترو صلاح غباشي. النهاردة دار الأوبرا بتحتفل، عاملة احتفالية ضخمة جداً بهذه المناسبة، بمناسبة ثورة يوليو، وبنقدم فيها أصوات بندفع فيها لأول مرة في هذه المناسبة. الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة هي الحقيقة دفعت بعدد كبير جدا من الوجوه اللي بتظهر لأول مرة غير الوجوه اللي ظهرت قبل كده، وده تدعيما منها لهذه الوجوه الشابة اللي بنتوعد فيهم إن شاء الله إن هم هيكونوا ذخيرة لدار الأوبرا في الفترة اللي جاية. الاحتفالية انطلقت بفيلم تسجيلي استعرض مسيرة ثورة يوليو منذ انطلاقها، مروراً بمراحل الإصلاح، وبعدها تم عزف مجموعة من المعزوفات الوطنية، وكمان قدم مواهب كورال أطفال الأوبرا للموسيقى العربية نخبة مختارة من الأعمال الوطنية لكتير من الشعراء والملحنين والمطربين. احنا حاطين أغنية أم البطل ديت، كانت شريف فاضل، فيها سولو ني في البداية كده قريب قوي، كان يعني هو كان سولو ملعوب على آلة الكاولة، بس احنا هنتلعب ان شاء الله النهاردة في مجموعة كبيرة قوي. بس هي الموضوع كله كان يعني ايه الناحية التنظيمية، بس في ان احنا شوية استاذ صلاح كان في اغاني كتير قوي وطنية، بس هو كان بينتقي شوية اللي هي فيها النوع الحماسي اكتر واللي هي الجمهور اكتر شوية في ودنه. يعني دار الأوبرا المصرية بتتبنى المواهب الصاعدة وبتسعى لخروجهم للنور من خلال مشاركتهم في الحفلات اللي بتنظمها الأوبرا. فوجئت بأن الأوبرا اختارتني في أني أطلع أغني، وده بيتي التاني أصلاً. شعوري كان في يعني زي فرح وسعادة كان أنا أشارك وأكون سولست مع الفرقة العظيمة ومع الكورال الجميل. أنا بفتخر بمصر جدا، أن مصر ديت أم الدنيا دي كلها. إحساس كويس يعني وحلو، وإحساس جميل أنا بغني قدام وزيرة الثقافة الدكتور إيناس عبد الدايم. الحفل شهد إقبال كبير من الجمهور، والحفلات دي بيكون ليها دور كبير وفعال في تذكير الشباب والأطفال بحجم التضحيات الكبيرة اللي قدمها جيل الآباء والأجداد من أجل الوطن على مر التاريخ. أحمد الحسيني، صباح الخير يا مصر.